مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى هذا الموجز الرياضي. البداية بكأس الجزائر للسيدات، حيث حقق فريق فتيات أقبو لقبه الأول في التاريخ بعد فوزه في النهائي الذي جمعه للنادي الرياضي القسنطيني بملعب سالم مبروكي برويبة أمسية اليوم الجمعة، وحسمت المباراة النهائية بركلة الترجيح ب5-4. وبهذه المناسبة هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون فتيات أقبو بتتويجهن بلقبهن الأول في التاريخ. هذا في حين تمكن أتليتيك بارادو من التتويج بكأس الجزائر لأقل من 17 سنة بعد فوزه بثنائية من دون رد أمام النادي الرياضي القسنطيني بذات الملعب. إلى خبر آخر مشاهدينا الكرام، قررت الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم إعادة برمجة المباراة المتأخرة عن الجولة 19 بين شباب الوزداد واتحاد خنجلة، حيث تقرر إجراؤها غدا السبت بملعب حمام عمار بخنجلة بداية من الساعة 4 مساء، وذلك بعد أن تم برمجتها في وقت سابق يوم الأحد. إلى أخبار محترفين مشاهدينا الكرام، حيث تواجد اللاعب الدولي الجزائري نبيل بن طالب في القائمة النهائية للاعبين المرشحين للتتويج بجائزة أفضل لاعب إفريقي في الليغ 1 الفرنسية، والتي تحمل اسم جائزة مارك فيفيان فوي، وسينافس لاعب ليل كلا من لاعبي مارسيليا أوباميانغ وكذا لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي. إلى خبر آخر، هذه المرة أعلن اليوم الجمعة فريق بوروسيا دورتموند الألماني رحيل نجمه ماركو رويس عن الفريق كلاعب حر في نهاية الموسم الحالي. ونشر النادي الكبير فيديو عبر صفحته الرسمية على منصة إكس يؤكد القرار مع تصريحات اللاعب المخضرم. ودامت مسيرة رويس مع النادي الأصفر 12 عاما كاملا. مشاهدينا الكرام، ختاما في إطار جولاته المتواصلة، زار الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش تدريبات نادي مولودية الجزائر، طبعا في إطار برنامجه لمتابعة ومرافقة الفرق المحلية. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم لختام هذا الموجز الرياضي، دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام الله عليكم. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.